احنا النهاردة هنتكلم على الـ Practical Method for Current Events Factor Analysis. احنا كنا اتكلمنا فيها في المحاضرة، واحنا بس النهاردة هندي A Brief Hint about الجزء Theoretical، وبعد كده نروح للجزء Practical سريعا، لانه الواحد دور كتير عن الجزء Practical بس ما لقوش متغطي زي الـ Cox Verbation Hazard Method، فالواحد اجتهد بحيث ان هو يطلع ماتيريال ممكن احنا نحلها ونطلع منها الابليكيشن فور ديفرنت ميثود فور ريكرنت ايفنت. احنا طبعا احنا عارفين المره دي في ريكرنت ايفنت ان احنا المفروض كان كل مره في السيرفر اناليسيس احنا بيكون عندنا البيرسون اي مثلا، وبيكون الفولو اب بتاعه اونلاين بتاع الفولو اب بينتهي معانا حاجه من الاثنين، يا ديث مثلا لو الاوكيجن او الاكشن بتاع اللي انا سيرش فور بيكون الديث، او اي ايفنت انا بحتاجه او بيكون سنسورد. المره دي الكيرف بتاع الفولو اب مختلف شويتين، لان انا المفروض يكون عند البيشنت ده بعمل له فولو اب ايفن دي هاف ذا فيرست ايفنت مي هاف ذا سكند ايفنت اور ايفن اب تو ذا سنسورك. يعني انا من الاخر انا الجراف بتاع المره دي بيكون البيشنت بتاعي او البيرسون اللي بتابعه ممكن يجي له بيمنت مره، ممكن يجي له غير مرتين وريفر اني تايم، وبعد كده في الاخر بتنتهي الرحله بتاعته بالسنسورنج او بستوبج معايا الريسيرش ستوري بتاعتي. طيب انا عندي عشان ما نخشش في المحاضره، هي المحاضره موجوده اللي عاوز يقراها، انا عندي طريقتين او ثلاث طرق، واحده كونفشنال اللي هي كاونتنج بروسيس ابروتش، والاغلب الابحاث بتستخدمها في موضوع الريكرنت ايفنت في الريكرنت ايفنت، وفي بعض الحالات اللي بيكون معايا ان انا بحتاج بعرف الديفرنت ديز كاتيجوريز دوت او الايفنت اوردر ده امبورتنت فور مي، فبستخدم كذا طريقه ثانيه من ضمنها ستراتيفايد كوكس، وفي بعض الميثود الثانيه اللي احنا هنتكلم فيها اللي هي المارجنال والجاب ميثود اللي هنتكلم فيها شويه. كمثال مثلا انا عندي الراجل اللي اسمه هال او ال وهال، ده المفروض ان انا لما بيكون في الكونفنشنال ميثود في الكوكس ريجريشن جاست اي هاف ار سي هاف جاست تو تايمز وات ات ستارت اند وات ات اند اور سنسورنج اور كرز اوف ايفنتس نو مور نو مور ليس. But for this time, I have had multiple times. For example, I have had starting at 0 and ending at 3. Then and I found him starting at 3 and follow him till the second occasion or the second crisis of the occurrence of the event up to 9. Then starting at 9 and return back up to 21 and starting at 21 and at ending at 23 with sensoring. The same for Hal, I saw him 3 times from 0 to 3, from 3 to 15, to 15 and 25, at the end of 3 and 15 there was an event, and at the end of 25 there was occasion also, for example, for this time, and but for Hal it was sensing at the end of the following of AL. يبقى انا ده عندي فورم كده للشغل اللي انا محتاجه، ان انا بشوف البيرسون مالتيبل تايمز، هو ده ما كانش موجود معايا في كونفيجنال كوكس ريجريشن موديل. طيب احنا بنعمل الموضوع ده ازاي؟ احنا زي ما احنا اتفقنا احنا عندنا كذا طريقه، ان انا اول حاجه بيكون عندي اللي هي الميثود بتاعت الكاونتنج ابروتش، ان انا جاست باي كاونت هاو ماني تايمز ذس بيشنت هاد اوكيرنت اور هاد ايفنت، وبشوف في الاخر ان انا بيكون الهازارد ريشيو بتاعتي بحسبها اكوردنج تو التوتال بتاعي. يعني فور اكزامبل مثلا ده الجدول انا المفروض بطلعه ات ذا اند اوف ذا اور نت ريزلت فور ذا كاونتنج بروسيس، ان انا فور اكزامبل مثلا ان انا الاوردر اوف فيرير اللي هو عند 10 او مثلا خلينا مثلا عند 15 ده لما كنا نشوف مثلا البيشنت عند الاي دي مثلا البيشنت رينج اوف الاي دي البيشنت رقم 1 2 3 فور اكزامبل مثلا البيشنت رقم 2 انا شفته مالتيبل تايمز شفته 1 2 3 4 تايم 3 تايمز اند البيشنت نمبر 14 اي سو هيم 3 تايمز البيشنت نمبر 15 اي سو هيم 5 تايمز اند سو اون. وفي كل مرة أنا بشوف الكوفاريت بتاع اللي ماشي معايا زي مثلا زي التيومر مثلا أو التيومر أو التريتمنت، الراجل اللي كان بياخد تريتمنت ولا 01 والنمبر بتاع التيومرز اللي كان موجود والسايز بتاعها، ده بيكون الأوكيجن بتاعي أو أسف بيكون الكوفاريت اللي موجود معايا. طب احنا خلينا نكبر كده برزنتيشن. كده
كلام جميل جدا. يبقى انا في الاخر انا التيبل اللي انا المفروض ان انا بطلع بيه في اللي هو الكاونتنج بروسيس اللي هي بالطريقه دي المنظر ده، وانا في الاخر انا انترستد ان انا اشوف معايا اللي هو الاوردر اوف فيلير او التايم بتاع الفيلير بتاع التايم بتاع الاستوبج بتاعي هيكون امتى، وفي الاخر انا بحسب الكلام ده معايا زي ما هنشوف دلوقتي في الاس اس اس. طيب انا في طرق تانيه معايا، طبعا احنا هنعدي كل الكلام ده، ده موجود في البرزنتيشن محتاج اطلع عليها، واحنا قلناها قبل كده ان انا عندي حاجه اسمها جاب ميثود او جاب تايم ميثود، وفي حاجه مارجنال ميثود وسيرفايد كاونتنج بروسيس. طيب دي بتتعمل ازاي؟ اللي بتتعمل طبعا دي مقارنه بين الثري ميثودز اللي عاوز ارجع لها. وانا عندي الاستراتيفايد كاونتنج بروسيس بتكون الطريقه بتاعتها سهله بسيطه جدا. زي مثلا ناخد مثلا بيشنت نمبر وز اي دي نمبر 10 I saw him three times, interval 1, interval 2, and interval 3. In the first time, I saw the event, which, for example, recurrence of cancer or presence of cancers, cancer, starting at 0 and stopping at 12. He took medication for this time, and the number of tumor was 1, and the size of tumor was 1. In the second episode, I saw patient number 10 for second interval, or for the second time. I saw him by the way with occurrence of event starting at 12, which is the stoppage for the first interval, and ending at 16. So recurrence for this time at 16 days or 16 months, by the way. Treatment, no, he didn't take treatment. He didn't take treatment for this time, and the number of tumor one and size of tumor one, and the same. I saw him for the third time for the third interval. The event for this time, yes, no, he didn't have the event for this time or didn't have the event for this time. يعني معنى ذلك ان هو كان censored for this time. وده هتبقى الانترفال بتاع الانترفال ده هيكون termination for this patient from the study. Starting which at the end of the second episode, it will be the start of third episode 16, and the censoring was at month number 18. Treatment. He wasn't under treatment for this time, and the number of tumor was 1, and the size was 1. This arrangement for the stratified counting process for each patient, according to the number of episodes I saw the patient for each I saw the patient also, or I saw the patient how many times, and I create a record for each episode. طيب what the difference between the stratified counting process and the gap time? In counting process I start the, or the starting time is the termination of the previous episode. For example, in the second episode the interval was, or the starting was the termination of the first episode. The stoppage here was at 11, at 12, and the starting here was at 12, and so on. But in gap time all starting was zero or recorded like zero, but the difference just in the time between the interval. For example, the first episode from 0 to 12 like the previous data, but for this time the difference between 12 and 16 which is 4, so I have to start the my clock from the beginning, from the starting point which is zero, and terminate after 4 months. That means I need to say for the audience that for this episode the patient takes 4 times 4 months till I saw him back with the recurrence of the event. The third time or the third episode is the difference between the stoppage of the second episode and the stoppage of the third episode, which is 18 minus 16, which is 2. So I can tell you according to this record, I saw the patient after 2 months with the second recurrence, or for this time it is censoring. The margin a little bit difference. في الحالة بتاعت المارجن ديت أنا بشوف مين أكتر واحد حصل له الأوكيرنس ده، وكان في الجرول بتاعي هو كان بيشنت نمبر 15. نرجع لها بس كده سريعا. أهوت I saw him 4 times، وعشان كده هو بيرتب الداتا بتاعتي. حتى لو البيشنت رقم 10 ده I saw him just 3 times، هحط له كمان نيو ريكورد وهحط له الإيفنت بتاعه بزيرو اللي هو سنسورنج، يعني هو مش موجود معايا، وانا بهتم جدا بالستوبج تايم فور ذس تايم بحطه 18. يعني معنى ايه الكلام؟ ان انا في المارجنال انا بزود معايا ريكورد، يعني بحط النمبر اوف ريكورد از ذا ماكسيم فور ذا ماكسيم 1.
يعني انا عندي اكتر واحد انا شفته اربع مرات، يبقى كل واحد حتى لو شفته 3 مرات احط له انذر ريكورد وبفل اللاست ريكورد بتاعتي بسنسورنج، مع ان هو مش موجود معايا في الستادي فور ذس تايم عشان اشيله من الديمينيتور بتاعي من التوتال عشان احسب الهازارد ريشيو، وبحط الستوب تايم بتاعي ذا سيم فور ذا ريكورد او ذا لاست تايم اي سو ذس بيشنت ان، ونفس الريكورد بتاعت البريدكتورز بتاعتي بحطها ذا سيم لايك بريفيوس، فور اكزامبل تريتمنت نو نمبر 1 تيومر نو نمبر اوف تيومر 1 اند سايز اوف تيومر 1. طيب احنا دي الطريقه بتاعتنا او ده شكل الداتا بتاعتنا لان ده هينعكس علينا دلوقتي في الداتا انتري بتاعتنا. انا طبعا انا دورت كتير هل في طريقه تعمل الكلام ده في الداتا او ريس بي سي اس، بس بصراحه انا فشلت ان انا الاقي طريقه عشان نتكلم بكل صراحه طريقه واضحه. ولكن في الاخر احنا من ترتيب الداتا ديت يعني انا شايف ان هو التريك جاست ان هو ان انت ترتب الكلام ده في الاكسل وبتاكسبورت في الستاتا او اس بي اس، وهيكون الموضوع كريستال كبير بعد كده. يعني هو اللعب كله في الاكسل مور ذان الستاتا او اس بي اس. طيب احنا بس قبل ما نروح للابلكيشن بتاعنا او الشغل بتاعنا هنروح لبيبر كده فور ان اكزامبل نشوف احنا الناس هل الناس بتخدم الكلام ده، وطبعا ده بقيه المحاضره بتاعتنا. انا اخترت البيبر ديت عشان تكون كرو موديل بالنسبه لنا في الابلكيشن بتاعنا. هي طبعا البيبر ديت شغاله على نفس الشغل اللي احنا اشتغلناه دلوقتي، وهو الراجل ده كان في المرحله ديت كان بيحاول يشرح ستاتستكس مور ذان كلينيكال. هو بيحاول يريبيت الاوكرنس اوف بيتا سيل كارسينوما فور سكن اند فور اناليسيس فور مالتي فالير فور مالتي فالير اناليسيس، والفول اب داتا بتاعتي بتاعت السكن كانسر من الداتا اللي جايه من السنتر ده. هو في يعني الاوثر فور ذس تايم خد عينه من بعض الناس اللي هم البارتيسيبانت وقعد يتابعهم في كوهورت ستادي لفور ييرز، وطلع في الاخر بالجداول اللي احنا هنشوفها حاليا. هو طبعا اول ستارتن كده بديسكريبتيف ستات لذيذ، قال لك والله انا شايف النمبر اوف بيزل سيل كارسينوما النمبر بتاعها والفريكونسي بتاعها، طبعا موست فريكونسي اللي هو جاست 1 ليجن، وكان تقريبا عدد 100 من البارتيسيبانت، وطبعا كل ما نزيد في النمبر اوف بيزل سيل كارسينوما هيكون الفريكونسي بتاعتي قليل شويه. وكمان قال النمبر اوف ايبسودز اللي هو ريكورنس يعني فور ذس تايم وفور وان تايم موست اوف بيبل هاد جاست وان تايم اوف ريكورنس اند ليتل اوف بيبل هاد 7 تايم. يعني كلام عن ذلك كان عندي سكونس تو رايت، وده طبعا كلام لوجيك جدا. وهو عشان كده بيقول لك يعني من الكلام ده من الجراف اللي فات ومن الجراف ده او من البار شارت ده والبار شارت ده، معنى ذلك ان انا عندي ان في ريكورنس معايا او في فريكونس فور ريكورنس، سو اتس نوت فير تو جاست تيك يعني كونفنشن ميثود فور سيرفايف اناليسيس واخد معايا بس اول كولوم اعمله اناليسيس اند نيجليكت الريمنت اوف ماي داتا، ودي حاجه طبعا تكون مهمه وتديني يعني فاليو فور ماي ستادي. يعني عشان تكمله كده تستريس اباوت البوينت ان انا اي هاف تو جو فور ذا كرنت ايفنت اناليسيس رادر ذان جاست وان اور ذا فيرست ايبسود سيرفر اناليسيس، بقول لك فور ذا سيرفر كيرف اللي طبعا انا عندي 2 لاينز واحد انتربت واحد سوليد، بيقول والله الناس اللي استخدمت سان سكرين انترفينشن اور اي ميثود فور انترفينتنج فور بريفنشن اوف كانسر سكن عند الفيرست ايبسود دي ار ذا سيم، يعني موست ايدنتيكال والتو لاينز يعني هما الاثنين ايدنتيكال وذاوت نو ديفرنس. وعشان كده هو بيقول ان هو في الفيرست تايم انا مش عندي ما عنديش فرق كتير بين التريتمنت وبين النون تريتمنت جروب. انما لما بنعمل بقى الكرنت ايفنت بقى اناليسيز بيبتدي يظهر الفرق بالديفرنس بتوين النون انترفينشن والانترفينشن جروب، وبيبتدي اللايف او الانترفينشن او سان سكرين بيورك از لايف سيفنج اور مور تريتمنت فور مور افكتيف تريتمنت فور سكين كانسر او بريفنشن فور سكين كانسر. وكمان بيوضح الموضوع اكتر لما اروح للثيرد ايبسود، بيكون عندي طبعا اللايف تيبل بتاعه واسف اللايف سيرفايفل كيرف بتاعه بيكون مور بريفابل فور بيبول هو يوز سكرين انترفينشن تو بريفنت بيزل سيل كانسر. وهو طبعا هنا في الجدول ده بيستريس على البوينت ديت، بيقول لك لو انا عملت اناليسيس فور تايم تو فيرست ايبسود
هيكون معايا الهازارد ريشيو كل الهازارد ريشيو هتكون يعني راشونال. هيقول لك وده طبعا يعني ماشيه او جو وذ جراف ان انا معايا عند الفيرست انترفينشن او الفيرست ابيسود اللي نان انترفينشن عند الانترفينشن جروب دي اب ذا سيم تمام. وطبعا هيكون الهازارد ريشيو بتاعته تقريبا ذا سيم وهي باينه جدا معايا ان هي طالعه وحتى كمان واخد بال يعني لو هنيجي نشوفها ان احنا هنتكلم ان هي كمان ازل يعني هي في الاخر ان هي ان ريفرس يعني واخد بالك ولكن في الاخر هي واحد يعني هو تقريبا ما فيش فرق وده باين جدا من الجراف. ولكن لما بنيجي نستخدم بقى الميثود بتاعتنا هو طبعا مسمي الميثود ديت باسماء الساينتست اللي اخترعوها يعني دي ستراتيفايد ميثود وديت المارجنال وديت الجيم ميثود وكاتب كل واحده احنا جبناها كام سنه كام والناس اللي اكتشفتها او عملتها وبدا طبعها سنه كام وبالبيبر بتاعها بالريفرنس عشان نرجع لها العظيم. كل بقى من جو فور اب مور فور ايفنتس اند فور ذا بيشنت اي كان جيت مور كونفشنال اند مور راشونال فور هازارد ريشيو زي ما انتم شايفين دلوقتي ان فعلا الهازارد ريشيو بتاعتي بتبتدي تقل وده بيديني فعلا راشونال اور ان ايديا اباوت ذا افكت اوف ذا بريفنتيف تريتمنت كومبيرنج تو نون انترفينشن جروب. وده طبعا باين من الجرافس بتاعتي بتاعت السرفايفل واضحه جدا معايا. هو يعني بالجدول ده الراجل فعلا بيستريس على الايديا اباوت يعني لو سمحت لو حضرتك عندك ايفنت could have multiple recurrence, please don't go and just terminate at the first episode, please go and follow up for the second and the third and the fourth episode if you have and if you can according to your cohort study. وهنا كمان بيستريس على بوينت ان هو حتى انا لو استخدمت اي مثل من الاثنين او الثلاثه تقريبا هيكون الهازارد ريشيو يعني قريبين جدا من بعض مش هيكون في اي اختلافات. فور اكزامبل فيرست اوكيرنس سكند اوكيرنس ثيرد اوكيرنس والهازارد ريشيو دي ار ذا سيم ان موست اوف ميثود يوزد تو اناليسيز ذا ريكرنت ايفنت. وبيختم الكلام بتاعه بالجراف اللذيذ ده اللي هو بتاع الهازارد ريشيو فور ذس تايم. زي ما احنا شايفين ان هو مع الهازارد ريشيو فور كارنت ايفنت الناس اللي هي كانت استخدمت سان سكرين انترفينشن يعني عندها ليس هازارد تو هاف بيزر سيركل روما كومبيرنج تو نان انترفينشن جروب. ده يعني هنقول ان هو ابلكيشن للشغل بتاعنا. نروح كده سريعا نشوف الكلام ده بيتعمل ازاي على الاس بي سي اس. طبعا لما نيجي نروح على الاس بي اس اس احنا عندنا هنشوف كده احنا عملنا داتا بسيطه كده يعني هي طبعا مش داتا حقيقيه ولكن هي في الاخر يعني سيموليشن. انا عندي نشوف الفاريبل فيو بتاعي انا عندي اربعه كم سبع فاريبلز النيم او الاي دي والانترفال بتاع اللي انا شفت البيشنت 1 او 2 او 3 تايمز الستارت تايم والستوب تايم اند الستاتس بتاعتي لو البيشنت الهوت سنسورد او البيشنت بتاعي ايفنت 0 اند 1 وطبعا الكلام ده نومينال. ونفس الكلام في التريتمنت هل البيشنت اللي هو خد تريتمنت ولا البيشنت 1 يبقى خد تريتمنت 1 او خدش تريتمنت يبقى 0. وبعد كده التيومر سايز ولو اي بريدكتور تاني حضرتك طبعا هتفل ان مفيش مشكله خالص. والداتا بتاعتنا احنا بس عندنا يعني 10 ريكورد عندنا البيشنت اللي هو النسبه النيم بتاعه قال وده مكرر ريبيتد 4 تايمز وهل مكرر 3 تايمز ومال انا شفته مرتين ولا انا شفته جاست 1 تايم عشان كده الانترفل بتاع هال 1 2 3 4 1 2 3 فور هال اند 1 2 جاست فور مال اند جاست 1 تايم فور نال. الستارتنج تايم هنا 0 3 3 10 10 21 كله بيسلم لبعضه وهال نفس الكلام. وبعد كده مال باقيين برضه من 0 4 4 12 and 0 9 دي الداتا بتاعتنا بكل بساطه. واحنا طبعا يعني اللي احنا المفروض عندنا اللي هي الكاونتنج ميثود ما فيهاش مشكله خالص. هنيجي الاناليسيس احنا عارفين طبعا احنا هنعمل ايه ده كلام مش غريب علينا. وهنيجي هنحط نعمل ريسيت هنحط الستوب تايم بتاعنا في الاخر وكل بقى حضرتك ان احنا الانتريسنج بتاعنا الستوب تايم والستاتس بتاعتي فين نهايات تمام. وطبعا الكوفريت اللي انا محتاج ان انا او البريدكتور بتاعتي ان انا محتاج ان انا اشوف الايفكت بتاعها. وطبعا ديفاين معانا الايفنت بتاعنا احنا متفقين ان الايفنت بتاعنا واحد وطبعا احنا مخليه واحد عشان يكون الصوره اوضح معانا في الريزلت. وبما ان عندنا حاجه هنا كاتيجوريكال فلازم اروح اعرفها انا اللي عندي التريتمنت تمام وهكمبير معايا باللاست ومش هتشنج اي حاجه وكده هنعمل كونتينيوس. البلوك بتاعتي هطلب السرفايفل وانا بصراحه بحب الهازارد بحب اشوف شكله بصراحه لوج مانس لوج مش هيفرق معايا دلوقتي اوكي مفيش مشكله خالص.
وسيب ما فيش حاجه. والاوبشن بتاعي احنا بنحب، انا بحب دايما اشوف الكاميرا اللي بتبقى بره عشان اشوف الاكيوريسي بتاعتي وبشوف الانترفيو بتاع الشكل عامل ازاي. وطبعا الكوريشن اوف استيميت ده حاجه مهمه بالنسبه لي. طيب ونكونتينيو ونشوف ايه اللي هيطلع لنا كده. بسم الله طلع لنا حاجه زي كده. طبعا السمر الاولاني وبعد كده الفاريبل بتاعتي وبعد كده اللايك لهود النيجاتيف تو لايك لهود وده الجدول بتاعي بتاع الهيستوري بتاعي بتاع الاتريشن. وطبعا وده الاومن باس تيست بتاعنا عشان يقول لي الموضوع ده سيجنفيكانت ولا لا. وانا اعطينا الكوفيشنت بتاعتي اللي هو بيقول لي يعني هو طبعا كلام عشان المداد سيميليتور او سيميليشن واخد بالك فالداتا يعني الريزلت مش عطاني حاجه كده يعني حقيقيه شويه. ولكن في الاخر انا طلعت البيك اوفيشنت بتاعت التريتمنت وبتاعت التيومر سايز واعطيني الكونفرنس انترفال بتاعي واعطيني السيجنفيكانت وحتى كمان اعطيني هو السرفايفل واعطيني الهازارد فانكشن. طيب ده الداتا ريت متاخده من فايل الاكسل ده اللي ممكن نسميه الكاونتنج بروسيس او كاونتنج ميثود الرينيم نسميه كاونتنج بروسيس ولا ما نطلبهاش. طيب لو انا عندي الداتا ديت وعاوز استخدمها واعملها معايا لجيم ميثود، افكر حضرتك بس الجيم ميثود دي كان شكلها عامل ازاي عشان لما نيجي نرتبها. احنا هنروح للسلايد نمبر سلايديت تمام 32. زي ما احنا شايفين اللي هو الجيم ميثود بتتعمل ازاي بقى، ان الستارت كل بتاعه زيرو والستوب تايم هو ذا ديفرنس بتوين ذا ستارتنج اند ذا ستوبج. طب انا هعملها ازاي؟ انا ليا بفانكشن سهله جدا في الاكسل وزي ما احنا كنا عارفينها ان انا هعمل كده. يعني ممكن مثلا اسمي ده مثلا ستوب وطبعا اخليه كل زيرو مفيش مشكله خالص، مش هحتاج اصلا في حاجه تمام. وهحتاج للاسف انا ده الستارت انا اسف ستارت وده ستوب. وممكن اخلي ده بفانكشن بسيطه ان انا بقى هطرح كل واحده من قبل منها، يعني هيكون ده ماينس اللي قبل منه هيكون معايا الستوب بتاعي. ونيجي نشد كده ونشوف نراجع كده مع بعض نشوف احنا شغالين صح ولا لا. يعني مثلا الانترفال الثاني ده هو المفروض يكون 7 مظبوط 7، الانترفال الثاني ده المفروض يكون 11 11، المفروض الانترفال الثالث ده هو او للاسف الرابع يكون 2 2، يبقى احنا كده الفانكشن بتاعتنا شغاله مظبوطه وكده الستوب بتاعنا كده شغال مظبوط. احنا ممكن نكسبورت ده معانا في الداتا بتاعتنا في الاس بي سي اس فاريبل ونسمي واحد نسميه جيف ستوب تمام. وطبعا هو نمبريك لا مش عارف نعمل ديسمال عشان بس الممبر بتاعتنا ما تبقاش مشغوله دايما مع الجهاز يكون اسرع معانا. وهنسميه جيف ستوب وانا الفاليو بتاعتي لا خلاص وده ميسنج تمام وده سكيل يلا توكلنا على الله. وبعد كده نجيب داتا فيو عشان ناخد الكوبي بيست مش مشكله خالص كنترول سي وبعد كده كنترول في ممتاز جدا. طيب احنا كده ممكن نعيد الاناليسيس بتاعنا نرجع لاخر حاجه معانا اهوت ونجيب كوكس ريجريشن بتاعنا ونجيب الستوب تايم بتاعنا وبعد كده احنا ما عملناش اكتيفيشن للداتا ومفروض نجيب ستوب اهوت ماشي خلاص. ونبتدي نروح نشوف الاناليسيس بتاعنا في الديس تايم نفس الكلام اللي فات وتقريبا برضو هو يعني نفس الكلام اللايك هولد ريشيو والدنيا معانا ما فيهاش اي مشكله خالص. واحنا كده طبقنا جيم ميثود. هل في طريقه اسهل معانا للكلام ده يتعمل في الستات او الاس بي اس اس؟ انا بصراحه على حد علمي دورت كتير مش لاقي، فانا حاولت ان انا اعمل الحيله ديت بس ان احنا نقضي الغرض يعني. فدي ممكن نسميها جاب ستوب سوري جاب ميثود جاب تايم ميثود جاب تايم ميثود
ماشي. طيب لو عاوز اعمل مارجنال بقى بتاعتي هعملها ازاي؟ افكرك بس حضرتك المارجنال كان بيتعمل ازاي. كان المفروض ان انا بشوف الموست فريكوينت، كنت بشوف الموست فريكوينت بتاعي كام وبعمل عدد ريكورد على اساسه. فكان الموست فريكوينت بتاعتي زي ما كنت بفكر حضرتك كده كان رقم 15، كنت شفته 4 مرات. هنروح كده نشوفها اهوت، رقم 15 شفته 1 2 3 4 تايمز، وكل واحد بعد كده شفته اقل من 4 مرات. فعشان كده انا هبتدي احط معايا لو ده 3 مرات خلاص اوكي، واحط له انذر 1 هحط له اديشن كده ريكورد، وفي الاخر اخلي سنسور فور ذس تايم عشان يكون اوت اوف التوتال بتاعي بتاع المونيتور بتاعي في الهازارد ريشيو كاونتنج، واحط كمان الستارت او الاسف الستوب تايم بتاعي اللي هو اللاست تايم بتاعي اللي موجود معايا من البريفيس ريكورد، ونفس الداتا ونفس الفاليو اوف بريفيس سيلز احطها معايا في النكست. طيب لو انا عندي داتا صغيره كده بالمنظر ده هنسميها من الاول بس المارجنال، رينيم رينيم مارجنال ميثود عشان بس يكون الكلام واضح. انا لو عندي داتا صغيره زي ديت خلاص انا هشوف ده 4 ده 3 ده 2 ده 1 خلاص واضحه جدا، وهبتدي احط معايا ريكورد فاليو وهبتدي اعب الكلام ده وما فيهوش مشكله خالص. انما لو عندي داتا كبيره مثلا 100 او 200 ريكورد هيبقى الموضوع صعب. يبقى انا محتاج الاول كده كام تريكه في الاكسل، الحاجات مش صعبه كلها، كام تريكه في الاكسل نحاول كده نعملهم مع بعض. اول حاجه مثلا فاحنا بنقول احنا عندنا حبه تركات في الاكسل، معلش عذرا الجهاز كان هندك معايا. هنعمل ايه بقى دلوقتي في المارجنال ميثود؟ هنعمل حاجه بسيطه جدا يعني عشان نوفر علينا مجهود، وقد يكون حد من الزملاء عنده شغل اسهل من كده، بس يعني انا شايف ان ده ممكن يكون احسن حاجه. ان حضرتك هتيجي الداتا بتاعتك هتختارها تمام بالمنظر ده كده، وحضرتك هتيجي على السب توتال حاجه الداتا. طبعا احنا جبنا دي منين؟ جبنا من هنا اهيت، جبنا من داتا سب توتال، وهني على النيم هنا احنا هشتغل على النيم تمام عشان اشوف الشغل بتاعي العدد بتاع الكاونت اهوت، مش عاوز لا انا عاوز الكاونت. وهاجي على الاسب توتال تو نيم، وهاجي اقول له انا محتاج ان هو ريبليس كارنت سب توتال وسمر بلو داتا، هيطلع حاجه زي كده. هنا بيديني كل واحد من دول تكرر كام مره، فده اتكرر 4 مرات، ده 3 مرات، ده مرتين، ده مرة، وانا مش محتاج خلاص الريكورد ده، انا ممكن ادليت مفيش مشكلة خالص. طيب انا ساعتها هعمل ايه؟ هشوف ده خلاص معايا لو ده 4 مرات خلاص يبقى ده الماكسيمم بتاعه ده اللي هشتغل عليه هندليت. ده لو 3 مرات هدليت ده، انا اسف هكلير بس فيفضل معايا فاضي. لو ده معايا بالمنظر ده كده مرتين يبقى انا هضيف كمان ريكورد معايا وهكلين ده مفيش مشكلة خالص. طبعا في طرق تانية عشان احط معايا ريكورد فاضية، بس طبعا هناخد معانا وقت شوية. فاحنا ممكن معانا لو الداتا بتاعتنا بالمنظر ده كده تكون اسرع ان احنا نشتغل بها الشغل ده بنسرت، يعني هيكون مثلا عندنا مثلا 15 واحد بكتير 14، فممكن نعملها كده من غير ايه من الرخبطة وشغل فانكشن كتير يعني. طيب احنا دلوقتي عندنا الحاجات الفاضية دي محتاجين نعمل ايه؟ انا طبعا اللي انا محتاجه معايا الانترفال، محتاج الانترفال ده، فهاجي اختار الكولم بتاع الانترفال ده وهضغط على كنترول جي، جي اللي هو جارل يعني، يطلع حاجه زي كده. هجيب السبيشال بتاعتي وهجيب معايا البلانك، انا هحط البلانك بتاعتي وهقول له الخانه البلانك ديت هعمل فيها يا سيدي، هقول له بتساوي تمام، وهطلع فوق يعني اقول له الخانه اللي قبل منها نورت معايا اهيت، هقول له بلس 1 تمام، واضغط كنترول انتر كنترول انتر، فهيبتدي يقول لي الخانه ديت رقم 4 والخانه ديت اللي قبل منها كانت 3 رقم 4 اند سو اون. ممكن انا بس امسح الريكورد الزياده ديت بس في الاخر باخر انا مش دلوقتي. طيب الستارت تايم انا مش محتاجه في حاجه، الستوب تايم بتاعتي نفس الكلام، انا محتاج الستوب تايم بتاعتي اعمل فيها ايه المره دي؟ الستارت تايم بتاعتي هتبقى زيرو طبعا البلانك لو احنا عاوزين نعملها مفيش مشكله خالص. الستوب تايم بتاعتي انا محتاج ان انا اقفل بنفس السيل اللي قبل منها، فبرضه نفس الكلام كنترول جي تمام، وهجيب السبيشال برضه والبلانك بتاعتي هقول له يا سيدي البلانك حضرتك هتساوي الخانه اللي قبل منها مفيش لازم كده، وبعد اضغط كنترول انتر، خد بالك كنترول انتر تمام. زي ما انت شايف هي بقت 24 وبقت 12 وبقت اللي قبل منها 9 ومفيش اي مشكله خالص معاها. طيب الستيتس بتاعتي برضو نفس الكلام بقى، خلاص احنا اتعودنا بقى، يبقى كنترول جي والسبيشال بتاعتي ونفس الكلام بلانك، وهجيب اوكي وهقول له والله بتساوي اللي قبل منها برضو،
مفيش كنترول انتر برضه نفس الكلام، والتريتمنت برضه معايا عشان لو محتاجه اسف. طبعا اللي انا بجيبه ده ممكن اجيبه من هنا، ممكن اجيبه منين، ممكن اجيبه من هوم فايند، وهوت ممكن اجيبها جود سبيشال، اهي جود سبيشال اهيت. وبلانك اهيت برضه نفس الكلام، والبلانك هعمل فيها ايه بيساوي، ونفس الكلام برضه الخانه اللي قبل منها، واقول له كنترول انتر عشان يعمل لي كل الكلام ده تمام. والتيومر سايز اخر حاجه معايا هنعملها برضه من هنا المره دي عشان نشوفها جود سبيشال، والبلانك بتاعتي، واقول له اوكي. وبرضه نفس الكلام، انا اسف هنختار كل الداتا. لا انا 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 اسكيب 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 اسكيب. ماشي احنا محتاجين بس الكولوم ده، كنترول جي. ماشي سبيشال البلانك بتاعي، والبلانك ده يا سيدي هعمل فيه ايه، الخانات الفاضيه هنا هعمل فيها ايه، قول له لو سمحت خليها لي سوى السيل اللي قبل منها. ما اشتغلش المره دي، كنترول جي. عشان ما ضغطتش ايه بقى، ممتاز، عشان ما ضغطتش كنترول وانا بضغط انتر تمام. ودي مهمه جدا التركه ديت. اهيت ماشي، زعلان جدا المره دي، مش فارق عليا. كنترول جي سبيشال، وسيب البلانك اهيت لو سمحت بعد اذنك، اعملها لي من الخانات. ما بعملش يساوي كل مره، طيب ماشي انا اسف. طبعا هو ده لو خانات صغيره ممكن نملاها بايدينا، بس طبعا لو فايل اكسل كبير مش هينفع طبعا نملاها بايدينا، فلازم نعمل كده. انا الغلطه اللي انا غلطتها كلها انا ما غلطتش كنترول انتر وانا شغال تمام. طيب انا بس اخر واحد ده اللي هو زود معايا خانتين، فانا بس هعمل هنا واقول له كلير كونتنت عشان افضل. انا خلاص كده الداتا بتاعتي كده مترتبه اكورنج تو مارجنال ميثود تمام. طيب انا هعمل الكلام ده كله ازاي؟ ممكن بس حضرتك ان انت تيجي على سبيس اس ونغير بقى الداتا بتاعتنا دي كلها. ماشي ممكن كده 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 ديليت اول بس موفد. ماشي يا سيدي شكرا. وبعد كده هنيجي معانا على الداتا الجميلة بتاعتنا ديت، وناخدها كوبي اند بيست، ونروح معانا لمستر اس بي اس كده تمام. طبعا انا مش محتاج ده خلاص، مفيش مشكلة خالص. يبقى انا معايا طبعا انا مش محتاج ان في حاجة انا املاها، والانترفال معايا اتس اوكي، والستارت برضه مش محتاجه في حاجة، الاستوبج هو اللي انا كنت محتاجه جدا فاشتغل معايا، الستيتس انا كنت محتاجها، والبريدكتور بتاعتي انا فولفيل كل حاجة. يبقى انا كده معايا الداتا جاهزة معايا فور اناليسيز. يلا نجري بقى كده بسرعه على السرفايفل بتاعنا على الكوكس ريجريشن، والمره دي هنشيل ده طبعا، هنريست. يلا نسيت كل حاجه عشان نبتدي نشتغل كده على نظافه. نحط التايم بتاعنا، الستوب تايم بتاعنا المره دي احنا كده كده مدلينه، والستاتس بتاعتنا هنحطها في الستاتس، وبعد كده نعرف ده بواحد برضو زي ما عملنا كل مره كونتينيو. وبعد كده نجيب الاثنين بتوعنا دولت، لا انا اسف، نجيب التريتمنت ونجيب التيومر سايز بتاعنا ككوفاريت نحطه معانا، ونجيب الكاتيجوريكال بتاعتنا برضو نفس الكلام، التريتمنت بتاعنا لا التيومر بتاعنا نعرفه ونخلي كونتينوس، لو اسف انه كونتينيو. وبعد كده البلوت بتاعتنا برضو نختار الحاجات بتاعتنا اللي احنا اخترناها قبل كده، مش اي مشكله خالص. وبعد كده نجيب الاوبشن بتاعنا، نختار الاكسبوننشال بتاعنا، وال 95.95% انترفال، والكوريليشن استيميت تمام. كونتينيو. انا كده مفيش حاجه معايا، لا كده خلاص مفيش حاجه معايا. يلا نشوف احنا هيطلع لنا ايه، هيطلع لنا الشغل اللذيذ ده. ماشي هو ده مش ماشي اوكي تمام. ورا الاكس ريجريشن بتاعنا اللي طالع المره دي، وهنشوف نفس الكلام برضه طالع معانا. عملنا تيومر سايز 1 تيومر سايز 2، في حاجة احنا عملناها. طيب نرجع كده نشوف الأنالفز بتاعنا تاني، نسيت احنا عارفين الأنالفز بتاعتنا 1، ماشي الأنالفز بتاعتنا كاتيجوري. ما ايه اللي احنا عملنا ده كاتيجوري، احنا عرفنا ده ازاي هنا كده. ماشي معلش احنا اسفين حقك علينا تاني. ماشي الكاتيجوريكال كده مظبوط، والاسنس بتاعتنا كده احنا نشتغل اول بيست. ماشي بس الجزء الاول بتاعنا اللي احنا هنعمل له بلاي او نعمل له ريندرنج عشان نطلع الشغل بتاعنا، يبقى احنا كده باذن الله
الشغل بتاعنا مظبوط وتقريبا نفس الكوفيشنت اللي فاتت طبعا معانا هيات ونفس الـ value ونفس الاكسبوننشال بتاعنا ويبقى احنا كده نفس الجراف بتاعنا اللي طالعه. واحنا زي ما احنا متفقين ان الاختلافات هفكركم بس فيها ان الاختلافات في الجرافات في كل الميثود بتاعتنا كل الجرافس تقريبا مش كل الجراف طبعا مش تقريبا طبعا اللي هو الواي هتبقى الواي فاليو بتاعته واحده لانها بروبابيليتي طبعا بس هيختلف معانا في السكيل بتاع الاكس لان هو من كل واحد منهم بيتقاس عند سكيل مختلف. نفس الكلام بقى عندنا في الاستاتا ما فيهاش اي مشكله خالص هتدخل الداتا وتبتدي تشتغل معاك كوكس ريجريشن ما فيهاش اي مشكله زي الاس بي اس. واتمنى ان انا اكون حاولت ان انا احل مشكله الميثود اللي مش موجوده او مش معروفه قبل كده. هو للامانه في مصادر كتير بتتكلم على الار وفي بعض الكودز اللي بتتكلم عن الاستاتا بس انا لما جيت اطبقها ما طلعتش معايا فانا حاولت ان انا اتعب نفسي شويه ان انا اظبط الداتا بتاعتي ديت في الاستاتا في الاسف في الاكسل واعمل لها اكسبورت لان انا مقتنع من مذاكرتي للكرنت ايفنت ان الموضوع كله يتعلق بترتيب الداتا وان انا اعمل لها امبورت في الاكسل او اسف في السي اس اس بطريقه مظبوطه هتطلع معايا الشغل بتاع مظبوط. بشكر حضراتكم واسف للاطاله واتمنى ان اكون مفيد في السيشن ده. شكرا جزيلا حضراتكم.